تحياتي ليك كابتن تامر، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان هنا من استاد القاهره الدولي وعقب انتهاء مباراه نادي الزمالك ونادي الكت سبورت. معايا عبد الله يعقوب لاعب نادي الكت. عبد الله، طبعا نادي الزمالك نادي كبير، ان انتوا تتغلبوا من نادي الزمالك ما اعتقدش ان الموضوع يكون بالنسبه لكم صعب، لان نادي الزمالك يعني حاصل على لقب البطوله بطل الدوري في نسختين، فبقول لك ارضك النهارده. وعليكم السلام، شكرا لمقابلتكم معي. لعبنا مباراة صعبة أمام الزمالك، نعرف قوة الزمالك، الزمالك أنه فريق كبير جدا، ولعبنا في الإياب خسرنا 2-0 وعرفنا كيف الزمالك يلعب، واليوم طبقنا التكتيكات بتاع المدرب وخرجنا بالشوط الأول 0-0 والشوط الثاني لحد الدقيقة 25. وأقول لكم شفت المباراة، ما فيش ضربة جزاء بالنسبة لي، ما في ضربة جزاء، وبعد الهدف خرجنا لنسجل هدف وما قدرنا أمام الزمالك في ملعبه وأن فريق صعب، ولكن الحمد لله خسرنا 2-0، لكن نجهزوا لأمل مقبل. عبد الله، أنا شايفك أخذت تيشرت حد من نادي الزمالك، تيشرت مين دي؟ محمد لايف يا توري كده للسادة المشاهدين. في روح طيبه جدا بينكم وبين لعيبه نادي الزمالك، ويعني شايف كده حاله من الحب بتسيطر على المباراه، جايين عارفين انتوا بتلعبوا بطل افريقيا سابق وبطل الدوري المصري، ففي روح طيبه داخل ارض الملعب. والله عارفين ان نجو هنا في ملعب زمالك لنطب، عارفين هذا من هناك، وجهزنا لهذه المباراه وروري هديه عاليه، لان لن نلعب هذه المباراة لنكون نسيب هدف في هذه المباراة، لكن إذا خسرنا في الملعب، والحمد لله نقول مبروك للزمالك وننهي نجهز لأمل المقبل إن شاء الله. أخيرا عايز أعرف منك سر الاحتفال داخل أوضة اللبس قبل المباراة، سمعناكم بتغنوا وبترقصوا، كان إيه سر هذا الاحتفال؟ والله هذا سر نفعله في الدوري، في الدوري بتاعنا إذا جينا لنقدم مباراة قبل المباراة فنغني ونرقص لأن ننسى المباراة، وإذا خرجنا إذا فزنا بهذه المباراة نكمل هذا الفرح، وإذا ما فزنا فالحمد لله، نقول الحمد لله ونجهز المباراة المقبلة إن شاء الله. طقوس عندكم بتحتفلوا قبل أي مباراة؟ ها؟ نحتفل بأي مباراة إيه؟